ينضم إلينا من رفح محمد الدعور مراسل الغد. محمد، ما تفاصيل الساعات الأخيرة؟ يعني بالفعل الساعات الأخيرة في محافظة رفح كانت قد شهدت غارتين إسرائيليتين فجر هذا اليوم، إلى جانب أن طيلة ساعات الليل أصوات الانفجارات والغارات الإسرائيلية في خان يونس كان صداها يصل إلى محافظة رفح، وحتى هذه اللحظة الانفجارات التي تقع في تلك المحافظة تصل إلى مدينة رفح، فيشعر السكان بأن الغارة قد وقعت في هذه المدينة، سيما أننا نتحدث أن محافظة رفح باتت مليئة ومتكدسة بآلاف النازحين الفلسطينيين، ليس فقط من نزحوا من مدينة غزة وشمال القطاع، بل أيضا من نزحوا من المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس وصلوا أيضا إلى محافظة رفح، وباتت محافظة رفح لا تتسع لأي أحد حتى من وصلوا من النازحين. وضعوا أنفسهم في منطقة تسمى بمنطقة تل السلطان على امتداد منطقة البحر، فبقت هذه المنطقة تعج بآلاف النازحين دون أدنى مقومات الحياة، لا يوجد طعام ولا شراب ولا دورات مياه ولا أي شيء، حتى أن كثير من هؤلاء العائلات التي نزحت حتى هذه اللحظة لم تجد خيام من أجل أن تقوم بنصبها. عليك أن تقوم بشراء هذه الخيام، وعليك أن تبحث عن الطعام والشراب بنفسك. الأوضاع صعبة جدا، افترشوا الأرض بما معهم من أغطية، لكن في ساعات الليل ومع اشتداد البرد يموتون من شدة البرد القارس في تلك المناطق التي هي عبارة عن أشبه بمناطق أشبه بصحراء، بمعنى أنها غير صالحة للعيش وغير صالحة للسكن، وكل ما يتواجد فيها كان هم كلاب ضالة وكذلك يعني حشرات وغير ذلك. الأمور صعبة جدا لدى النازحين الذين يتواجدون في تلك المناطق، إلى جانب من يتواجدون في مراكز الإيواء. كما أبلغنا بالأمس مدير مستشفى الكويت التخصص أنه 1000 حالة يوميا تقريبا تصل إلى المستشفى الكويتي التخصصي من أجل أن يتلقوا العلاج، 1000 حالة، نتحدث عن أعداد كبيرة جدا فقط في هذا المستوصف أو هذا المستشفى الصغير الذي هو بالأصل غير قادر على التعامل مع الكم الكبير من الإصابات. فلذلك الأمراض والأوبئة تنتشر بشكل كبير جدا بين النساء، بين الأطفال، بين الصغار، وتجد الطواقم الطبية أيضا صعوبة كبيرة في التعامل مع هؤلاء المرضى، إلى جانب الإصابات التي تصل إلى المستشفيات والتي هي في يعني ينقصها الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات وغيرها. الإصابات التي كانت تصل إلى هذا المستشفى يتم تقديم الرعاية الطبية الأولية لها، ومن ثم تحويلها إلى مستشفى أبو يوسف النجار، حتى أن ثلاجات الشهداء هي غير متوفرة في هذا المستشفى، ويتم وضع الشهداء عندما يصلوا من الغارات الإسرائيلية يتم وضعهم على الأرض إلى حين وصول أهاليهم وذويهم وتشييع جسمهم. نتحدث عن هذه المدينة التي يقول الجيش السكان بالتوجه إليها، لكنها في الحقيقة هي أيضا غير آمنة في ظل التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع وقيام الطائرات الحربية بإطلاق صواريخ تجاه منازل المواطنين. محمد، هل من معلومات عن الأماكن التي تم استهدافها في هذه الغارات؟ يعني المناطق التي تم استهدافها فجر هذا اليوم هي مناطق قريبة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، تقع بين رفح وخان يونس، هي استهدافات تكون لأراض زراعية أو لطرقات في محاولة منهم يعني إطلاق هذه الصواريخ، في ظن منهم أن هذه الأماكن التي تكون من خلالها لإطلاق صواريخ، لكن حتى هذه اللحظة لم يسجل أي إصابات في صفوف المواطنين أو شهداء. كما قلت كل الغارات التي تقع في محافظة خان يونس تصل صباها بقوة إلى مدينة رفح، وكأن الغارة قد وقعت في هذه المدينة، لأن طول ساعات الليل محافظة خان يونس تشهد قصفا عنيفا إسرائيليا، وحتى هذه اللحظة محافظة رفح كما قلنا ما زالت تستقبل الآلاف من النازحين جراء شدة الغارات والقصف الإسرائيلي على محافظة خان يونس. الاحتلال كان قد تحدث عن السماح بدخول كميات من الوقود، هل بدأت تعمل محطات التنقية ومحطات الخاصة بالصرف الصحي؟ يعني حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تصريح من وزارة الداخلية أو من البلديات أو صلب ببدء دخول شاحنات الوقود أو الكميات التي تم إضافتها. كان يدخل 60,000 لتر يوميا فقط عبر معبر رفح البري، حتى هذه اللحظة الزيادة التي تحدثت عنها إسرائيل لم تدخل بالمطلق، فلذلك ستبقى هذه المعاناة قائمة إلى حين دخول هذا الوقود. حتى وإن دخل هذا الوقود فهو سيدخل إلى شرائح قليلة جدا، سيدخل إلى البلديات، سيدخل إلى المستشفيات فقط، لكن لن يدخل إلى محطة التوليد بالمطلق.
حاجة قطاع غزة يوميا مليون لتر من الوقود من أجل يعني سد كل احتياجات السكان بما فيها محطة التوليد. لكن حتى دخول 120,000 لتر هذه الكميات هي قليلة جدا يعني ولا تتوازن مع حجم الكارثة الحقيقية. نحن نتحدث أن الوقود الذي سيدخل أيضا يعني ربما لن يشمل مدينة غزة وشمال القطاع، قد يشمل محافظة الوسطى وخان يونس ورفح، والمستشفيات هنا تستنزف كميات كبيرة من الوقود وكذلك البلديات وغيرها. السكان منذ اليوم الأول للحرب وحتى الآن لم تصلهم الكهرباء بالمطلق، وأيضا الكثير من السكان لم تصلهم المياه لأنها تصل فقط مدة ساعة أو ساعتين في خلال 24 ساعة. نتحدث عن ظروف صعبة ودخول الوقود بكميات قليلة لا يفي بالغرض، ودخول بكميات كبيرة سيخفف من حدة هذه الأزمة التي يعني يعيشها السكان هنا في قطاع غزة. هل هناك من يقدم أي خدمات للنازحين إن كان من الإدارات المحلية أو من المسؤولين عن هذه المحافظات أو هذه المدن؟ يعني ما يدخل هو قليل جدا يكاد لا يذكر. يوميا يدخل عبر معبر رفح البري 100 شاحنة هي محملة بالماء والدواء وكذلك بالوقود. هذه الشاحنات هي لا تفي بالغرض، ولو دخلت إلى مدرسة إيواء واحدة لن تكفيهم. نحن كنا نتحدث أن قطاع غزة يستقبل يوميا قبل هذه الحرب 500 شاحنة بشكل يومي، من بينها وقود، من بينها مساعدات غذائية، من بينها يعني شاحنات للقطاع الخاص وللتجار. لكن اليوم نتحدث عن 100 شاحنة، جزء منها كبير محمل بالمياه، يتم وصوله عبر استلامه عبر وكالة الرسل وتشغيل لجنة الأونروا والصليب الأحمر. لكن كل ما يدخل لن يستطيع أن يلبي حاجة السكان. نحن نتحدث عن تركيز كل النازحين في المحافظة الوسطى وخان يونس ورفح، والأكثر الآن بات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة. هذه المساعدات التي تدخل إليه هي عبارة عن سلة غذائية بسيطة من المعلبات. هذه المعلبات تكاد يعني في اليوم الواحد خلال أقل من أسبوع تكون قد نفذت بشكل كامل أو أقل، لأنه لا يوجد هنا لا طعام لا شراب لا مخابز تعمل من أجل الحصول على عدة أرغفة خبز. يصطفون منذ ساعات الفجر أمام محطات المياه من أجل تعبئة عدة زجاجات من المياه. لذلك كل ما يدخل من المساعدات هو قليل جدا ويكاد لا يذكر، وكما قالت المؤسسات الدولية أنه يأتي نقطة في بحر من حاجة السكان للمساعدات الإغاثية والغذائية. نعم، مدينة رفح بها ما يقرب من مركزين أو مستشفيين للعلاج، صحيح هذه المعلومة؟ بالفعل مستشفيين، هم مستشفى الكويت التخصصي ومستشفى أبو يوسف النجار، وكلاهما مستشفيات صغار بمعنى أنهم لا يستطيعون التعامل مع الكميات الكبيرة من الإصابات التي تصل. نتحدث إلى جانب وصول المستشفى الميداني الإماراتي الذي تم نصبه في أحد ملاعب مدينة رفح، ويستقبل أيضا عدد من الإصابات التي يتم تحويلها إلى هذا المستشفى وإجراء عمليات أيضا جراحية بوجود طاقم طبي إماراتي متخصص. لكن نحن نتحدث أن هذه الحرب جعلت من المنظومة الصحية تنهار، فقدت كل قدرتها على التعامل مع الأعداد الكبيرة من الإصابات والشهداء الذين يصلون. فلذلك هذين المستشفيين هم بحاجة كبيرة إلى توسعة، بحاجة كبيرة إلى وصول الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كامل، وهم بحاجة إلى مستشفى كبير يخدم كل محافظة رفح. كان هناك يعني أحد المستشفيات يتم بنائها في على مقربة من البحر في محافظة رفح، لكن هذا المستشفى الكبير لم يكتمل بعد، والآن هو بات مكان للإيواء وللنازحين الذين يعني دخلوا إلى هذا المبنى من أجل البقاء فيه والاحتماء فيه. إذا تركزت القصف وتركزت الحرب في مدينة رفح سنكون أمام كارثة حقيقية، لأن هذه المستشفيات لا يوجد لديها قدرة استيعابية في عدد الأسرة، لا يوجد لها قدرة كافية أو كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، تعيش ظروف صعبة جدا ولا تستطيع التعامل مع التطورات الميدانية في حال وصول أعداد كبيرة من الإصابات أو الشهداء. الأونروا والأمم المتحدة المنظمات الإغاثية كانت تتحدث على أن هناك 3 أضعاف الأعداد التي كانت موجودة في رفح زادت، وهذا كان من أيام. هل هناك من معلومات جديدة حول عدد من نزحوا ولو بشكل تقريبي مقارنة بعدد من كانوا يقيمون في رفح؟
يعني لا يوجد هناك أعداد تقديرية كم هم الذين يتواجدون في رفح، لكنهم يعني ربما يكونوا قد فاقوا 1,000,000 مواطن. نعم. لأن وكان بها قبل ذلك ما يقرب من 240 تقريبا. بالفعل، فلذلك نحن نتحدث عن أعداد كبيرة الآن باتت في محافظة رفح. يعني إذا تجولت في محافظة رفح تشاهد في الطرقات في الشوارع في كل مكان تشاهد نازحين فلسطينيين، لكن للأسف الأغلبية العظمى لا يجدون مكان، يعني مكان للجلوس فيه للبقاء فيه للاحتماء من شدة البرد، هو غير موجود وغير متوفر بالمطلق في محافظة رفح. الناس على الأرصفة تنام طيلة ساعات الليل وتحاول التحاف الأغطية التي بحوزتها من أجل تغطية أبنائهم في ظل البرد القارس في ساعات الليل. نحن نتحدث أن هؤلاء النازحين يزدادون بشكل كبير جدا، وهناك يعني عدم وجود للمساعدات بالمطلق، يعني تكفي لهؤلاء السكان الذين نزحوا من محافظة خان يونس أو من وسط القطاع أو من جنوب أو من شمال مدينة شمال ومدينة غزة. نتحدث أن هؤلاء بحاجة ماسة لدخول المساعدات بشكل كبير جدا، أن تشمل جميع السكان والعائلات، لكن ربما حتى الجهات التي تستلم هذه المساعدات تجد صعوبة كبيرة في توزيع هذه المساعدات، لأن حتى هذه اللحظة هي غير قادرة على حصر من هم في رفح، من هم في خان يونس، على سبيل المثال حصرت منهم في خان يونس وتوجهوا من في خان يونس إلى رفح. كل ذلك يعني يعقد من جهود وصول المساعدات. ربما دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح التجاري للتجار وللمحال التجارية سيساهم وسيخفف بشكل كبير من هذا الواقع الصعب، لكن حتى هذه اللحظة إسرائيل تمنع دخول كل ذلك. محمد الدعور مراسل غد من مدينة رفح الفلسطينية، شكرا لك.